دوني هدوني عينيها جننوني. نعم. يا أم الفستان الزهر خبيكي بعيوني. هالكلمات العميقة احتضنت حركة رأس دخلت التاريخ. فيك تعلمنا إياها؟ طيب بنعملها سوا. شو بنعمل؟ أرجوك. نعم. وين منبلش؟ هدوني هدوني. برافو. مرة ثانية. يلا. هدوني هدوني عينيها جننوني. يا أم الفستان الزهر بخبيكي بعيوني. هدوني هدوني عينيها جننوني. يا أم الفستان الزهر بخبيكي بعيوني. يلا كمان. هدوني هدوني عينيها جننوني. يا أم الفستان الزهر بخبيكي. يلا. لا خلاص وقفت هي هون لحد هون. طب علاء لأبوك بألفس العرب شو القاسم المشترك بيناتكم؟ الشعر العبي؟ لا الألفس إنه هي هيدا ألبس العرب. هذا مش أنا. وشعره عبي بس ما بيعرف يعمل مثلك ألبس. لا ألبس أسطورة. أسطورة. ألبس أسطورة. أنا شبهني رئيس وزراء أستراليا قال عني وقت ألبس بريسلي العرب. جد؟ إنه كان إيه يعني كنت أول فنان تقريبا عربي بيطلع بيلبس الجينز الثياب اللي هلا ديرج هي المخزقة السلاسل الشعر الطويل السوالف اللي هي مثلا طويلة وكل ما ستايل هيك بيرقص مثل ما هلا اسمه الشاب اللي طلع هلا ألبس. بتقول إنه نلغوا معك مقابلات كتير وحاولوا يستبعدوك. ممكن هالشي يكون لأنك ورش وبتكسر المسارح. لا أنا ورش مش ورش بكسر مسارح أي بكسر المسارح بس ما بعرف يعني كيف بدي جاوبك إذا بدي جاوبك جديا ولا بدي جاوبك جديا وبعمق. رجعي لي كيف بس لو سمحتي. جديا وبعمق. أوكي بعمق جديا وبعمق. نعم. لانه شو رايك بالجواب يعني هذا جديا وبعمق يعني انا ما حاولت ايه جواب ما حاولت اني انا اقرب من السؤال فظيع فجاوبت يعني فظيع خلص وصل المساج حلو المساج وصل المساج. علاء انا مره سمعتك عم تقول انه انت بتامن اسرارك للنسوان اكثر من للرجال. طيب يعني هلا انت قاعد بين نسوانتين كتومين وبير غميق. تسلمي لي يا حياتي. شو عندك شي سر فيك تكشف لنا اياه؟ سر ما حدا بيعرفه. ايه عامل اغنية بالسدي بالفرنسي والجزائري. لا والله. قول والله والله بس ما تقولوا لحدا يعني. لغتين انا سبق وعملتها هيدي بجوسي مالاد عقليتار بس هلا عامل اغنية على مستوى واو تحدي. سمعنا من هالأغنية ولأنه كلمتين سكوب. أوني لا أوني لا لا ستا كي بيلا. بس أغنية ساخنة جدا نازلة قريبا رح تكسر الدنيا. الحمد لله اللي كملتيها للكلمة.